شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم طيبه ان شاء الله وعلى الف خير. اليوم جيت اليوم نصاوب لكم. اليوم ما غنديروش وصفات الطبخ، اليوم غنرتاحوا شويه، نهتموا شويه باليديدات ديالنا مع كل شيء كيعرف في سيدنا رمضان. اليديدات كياكلوا شويه العصا، فلهذا انا جبت لكم اليوم واحد المقشر وماسك اليديدات واللوجه، اليدين واللوجه في نفس الوقت. انا غنجربوا معكم في يدي اليوم ان شاء الله. نتمنى هذا الماسك يرقكم، هذا وهذا المقشر. اولا غنبداو بالمقشر، لا يخفى عليكم ان كل ماسك ما خصوش يدار سواء على اليدين ولا على الوجه قبل ما نعملو مقشر، ويكون مقشر حتى هو طبيعي. لهذا المقشر اليوم ان شاء الله غادي نحتاجو ربع كاس ديال الماء ديال الزعتر، ربع كاس الماء ديال الزعتر. كنغليو الماء وكندير نقيو الزعتر ونغسلوه ونكبو عليه الماء طيب ونخليه واحد شويه، وناخدو غير ربع كاس. غادي ناخذو جوج معالق ديال الرز مطحون كما كتشوفوا، غادي ناخذو جوج معالق ديال الرز مطحون. الرز ما ناخذوش شي البسماتي ولا الكلاصي، ناخذو الرز العادي، هذا الرز العادي غادي نقيوه ما نغسلوه ما والو، ناخذو منه جوج ديال المعالقات. وغادي ناخذو طبيعه ونغربلوه، ملي غنطحنوه نغربلوه، واخا هو خصو يكون شويه حرش ولا يتغربل، من الاحسن يتغربل. وغادي ناخذو ربع معلقه ديال دانون مسوس كما كتشوفوا معايا، نبداو ناخذو جوج معالق ديال الرز مطحون ديرهم هنايا كما كتشوفوا، نحيدو هذا وناخذو ربع معلقه ديال دانون مسوس طبيعي، مسوس طبيعي كما كتشوفوا هكا تقريبا، كنحط ربع معلقه وناخذو ربيع كاس ديال ماء الزعتر، هي ربع كاس هنا راه عندي تقريبا راه كويس كبير. واحد الاشاره بغيت نشير ليها، اي ماسك اولا اي مقشر ما نخلطوهش بالحديد. عندي هنايا هادو هانتوما، اي حاجه عندكم متوفره خلطوا بها كما كتشوفوا، خلطوه مزيان، خلطوه مزيان 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 بهكا تيرجع لينا كريمي كما كتشوفوا. ها هي لا تيكستور ديالو كريمي. باش نوضح لكم انا غنجربو على اليد ديالي، ناخذو بحال هكا هانتوما. اي مقشر كيدار بخطوه دائريه بهذه الطريقه هكا دائري. دابا غنديرو على الوجه ديالنا نديرو له هذه الطريقه هكا خطوه دائريه وبالبطء، هي بشويه نتعاملوا، انا غير حت في يدي كيف كتشوفوا نخدمو هكا بهذه الطريقه هكا. هذا نعتبرو حنا بحال كنخدمو في الوجه لان غنخدمو حتى على اليدين ديالنا بحال هكا، نخدمو هكا اصابع الماسك نقشروه مزيان، صدقوني غادي يعجبكم بزاف 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 بزاف. كنستمروا في اليد ديالنا المده ديال 5 دقائق. ملي غادي حنا في انا تعاملت معكم على ان هذا الوجه غادي نخدمو غير جوج ديال الدقائق، لا غير جوج دقائق. اما في اليدين غادي نديرو مقشر لمده 5 دقائق، 5 دقائق وانت كتقشري في اليدين ديالك، هاد اليد تخدم بهاد اليد وهاد اليد تخدم لهاد اليد. اما الوجه غادي نستعملو جوج دقائق لا غير، نقشرو الوجه ديالنا لجوج ديال الدقائق. خصنا كنزيدو بهاد الطريقه، نحاولوا نكونوا مرتاحين. وهاد الماسكات انا كنفضلهم تخدموهم نتوما، تخدموهم بالليل ملي ترتاحي وتدخلي غادي قربتي غادي تنعسي، كتاخدي واحد الوقت من وقتك وكتصوبي هاد لي ماسك. هذا هانتوما كما كتشوفوا كنبقاو نماتيو هكا على الوجه ونخليوه لبضع دقائق، بما ينشف لينا راه حتى ينشف، وكنغسلو الوجه ديالنا ماشي كنقشرو في الماء، كنمشيو نيشان نغسلو بيد الماء، نديرو الماء هكا ونغسلو وجهنا صافي. واليدين كننزلوهم تحت من الروبيني تحت من الماء ونغسلوهم عادي، ماشي تحت من الماء وتي كتفركي لا صافي.
انا بما ان غنمشي نغسل يدي ونلتحق معكم ونشوفوا الماسك ان شاء الله. هانتوما شوف غسلت يدي، انا جايه بقى فاسك عسي والله القسم الا رطبه، والله القسم الا واحد الرطوبيه تخيلوها على الوجه. غنمسحو هكا الوجه، نديرو له الفوطه ديالتك ديال الوجه ديالك، بالنسبه لي تمسحيها عادي. هانتوما شوفوا والله القسم الا واحد الرطوبيه، قسما بالله الا رطبين رطبين. وهذا الشيء راني درت غير شويه، غير تقريبا واحد جوج دقائق. فهاد الاثناء هادي غادي ندوزو باش نحضروا المقشر، لا عفوا الماسك. شغل نحتاجو الماسك، الماسك غادي نحتاجو له واحد المعلقه ديال الزعتر مطحون ومغربل، معلقه ديال الزعتر مطحون ومغربل كما كتشوفوا. انا غنوريكم نتوما غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال العسل. انا جيب عندي هنايا عسيله، دي عسيله شويه حره واحد شويه، هي ماشي حره 100% غير عاديه نقيه وصافي كما نقولوا. وعندنا هنا معلقه، عندنا هنا معلقه ديال النشا، هذا بالنسبه للماسك اللي غادي نديرو من بعد ما درنا هذاك المقشر. غادي ناخذو معلقه ديالتنا ديال الزعتر، انا راني عابراها معلقه هادي على ريحه الزعتر، وحق الله العظيم الا الزعتر ريحتو غزاله بزاف. وناخذو معلقه ديال النشا، هانتوما معلقه ديال النشا لا غير. بالنسبه للعسل واحد الملاحظه، انا ما غاديش، انا ما كناخذش المعلقه سواء حد، ما عمركم تعاملوا بالحديد في العسل. انا غناخذ المعلقه هذه العود ونحاول ناخذ منها، هي تعطيني معلقه كما كتشوفوا. سيب شفتوا كيفاش الطريقه، حاولوا ما تدخلوش الحديد في العسل لان العسل كيضيع صافي الا درتو له. هانتوما انا عبرت معلقه ديالتي، الا احتاجيت انا غادي ناخذ، حيت حنا هنايا محتاجين اننا نعبروا المعلقه، اما ما نستعملهاش كاع انا مع العسل. الا خصني غادي ناخذ نخلطو، نحاولوا نحيدوا هاد العسيله باش ما طيح لنا فيها حتى شي حاجه. نخلطوا الماسك ديالنا، هذا ماسك، هذا ماسك صدقوني كيجي روعه خسال بزاف. غادي نحتاجوا عسيله مثلا نزيدوها، انا بصراحه قلت لكم معلقه العسل كبيره، ناخذ معلقه اخرى هكا ماشي مشكل. مبغيتش نقطع الفيديو، مبغيتش نقطع معكم الفيديو باش تشوفوا المرحله. هذا ماسك كيجي غزال بزاف، انا مع التحريك غنبقاو نحركو غادي تطلق لينا. هنا واحد لاباط زوينه بزاف، هانتوما كيما كتشوفوا غير نخدموها واحد دقيقه ولا جوج هكا. هانتوما شفتوها، شفتوها كيجي غزال بزاف بزاف بزاف. انا غنوريكم على اليد ديالي، مسحي يدي من العسل. هانتوما كناخدو بهاد الطريقة، كنديرو واحد لاكوش، نديرو واحد لاكوش على اليدات كنا كل الصبيعات وكل شيء انني استعملت اليدي. هذا صافي، هذا كدهنوه. واحد الحاجه راه ملي كيكون الوجه كيبدا يسخن كيبدا هذا الماسك يهبط يضيع حيت كيتطلق. نتوما هكا تديري تكوني متكيه، كديري واحد لاكوش خفيفه ما ديرهاش كبيره غليظه يعني تخينه بزاف، كديري كوشه على وجهك بهذه الطريقه هكا وكتخليها. راه محد الوجه كيسخن وهداك العسل غادي يبدا كيهبط،
الكبده كيهبط معاك، انت حاولي تبقى ترضي بيدك هكا على وجهك صافي، كتخليوها هكا. هذا ما غادي لا ينشف لا والو، غادي تخليه واحد الوقت اللي نتوما غترتاحوا فيه، الوقت الكافي ما تماصيه ما والو، دهني لاكوش خفيفه وخليه في الوجه ديالك وكترتاحي، تغطي وجهك تكاي هكا وتخلي وجهك يرتاح، يشرب ديك العسيله وداك الزعتر، تبقاي تحسي بحال النمل في وجهك مزيان، ما تخافيش منه ديك الساعه كما كتشوفي هكا صافي، تحسي براسك صافي سكفيتي وشبعتي من داك الماسك، تحسي بنفسك انتي غترتاحي. غتغسلي وجهك، انا بهاد الادنى نمشي نغسل يدي ونتلاقى بكم. انتوما غسلت يدي صدقوني، شوف انا اللي حاسه، والله القسم الا انا اللي حاسه، انا اللي حاسه بهاد النعومه اللي في يدي. شوفي ولات حمامره، يعني تغدات تغذيه كامله، الزعتر والعسل فريمون رطبه، والله الا رطبه. فتخيلوها غادي تكون كيفاش غتكون على الوجه، غتكون غزاله بزاف. دابا غادي ندوز معكم لواحد الوصفه اللي هي تاهي جميله بزاف، وكتخص السيدات اللي عندهم الكلف في وجههم، سواء كيكون بالشمس اولا بعد الكريمات الواقيه من الشمس ما كتوافقش، اولا من بعد الحباله، يعني راكم عارفين اسباب الكلف كثيره بزاف. نتلاقاو انا نوجد لكم المقادير ديال الوصفه ديال الكلف. انا رجعت معكم بعد ما وجدت المسائل ديال الوصفه ديال الكلف. لهاد الوصفه شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو المعلقه ديال عرق السوس، عرق السوس مطحون، ها هو عرق السوس، سواء كتشريه مطحون تكوني ثقه في السيد اللي غتشري من عنده، اولا كتجيبيه لراسك وكتيبسيه وكطحنيه. بالنسبه ليا انا شريته واجد من عند واحد السيد كنثق فيه. هادي معلقه ديال عرق السوس. اش كنحتاجوا لها؟ معلقه ديال الرز مطحون، الرز مطحون انا كنأكد عليها، عندنا معلقه هنا ديال الرز مطحون كنزيدوها عليه تقريبا، هي هادي. كنحتاجوا المعلقه ديال حليب الغبره. شوفوا استعملوا نيدو اللي عندكم، انا استعملت هاد لامارك، هادي جبتها معايا، هادي كومبليطا، انا المهم اللي متوفر عندك استعمليه، انا خدمت بهاد الحليب هذا. تاخدي معلقه ديال الحليب تكون عامره حتى هي، كتاخدي معلقه ديال العسل كما قلنا، انا كتشوف الطريقه باش كنعبر باش كناخذ العسل، كناخذو بهاد الطريقه هكا، ما تستعمليش العسل ماده حديديه للعسل نيشان. كتاخدي معلقه العسل، معلقه كبيره، يعني انا غندير تقريبا واحد جوج صغارين هكا، هانتوما هي مثلا نكتفيو هكا، انا غنزل هاد العسيل اللي بقات في المعلقه هكا باش ما نديهاش. هاد الخليط هذا اش غنحتاجو له؟ غادي نحنا باش غادي نجمعوه، غادي نخلطوه دابا هكا، وغادي نزيدو نجمعوه بالماء معدني، ماء معدني ماشي ماء غازي، معدني سيدي عليه ولا سيدي حرازم ولا اللي كاين. كنخلطو هكا وغادي نشوف لا تيكستير ديالو، نزيد عليه ريحة داك عرق السوس كيف طالعه غزاله، نتوما كتشوفو معايا. نخلطو بهاد الطريقه، نحصلو على واحد لاباط، واحد العجينه عرفتي، ما تخيلوش ريحة عرق السوس كيفاش طالعه روعة مع ديك العسيلة كما كتشوفو. نخلطوها بهاد الطريقة، هانتوما نحاول نحيد هادو باش ما نطيحو شي فيهم، سنحتاجوهم مرة أخرى إن شاء الله. بالنسبة لي كطحن الروز وكيبقى لها، ديري في عليبة وصديها مزيان كما قلت لكم، عليبه سديها مزيان ملي تسالي من الرز ديالك المطحون، سديها سالي النشا ترجعيه للموضع ديالو كما كتشوفوا. ناخذ انا غندير كما العاده على يدي، هانتوما كديروا هكا،
بالنسبه للكلف غادي تحاولي تبركي واحد شويه ملي تكوني كتماصي هكا بركي يعني هكا برك. وهاد الوصفه هادي غادي تبركي غير في المناطق اللي فيها الكلف، سواء عندك في يديك في وجهك، في بعض النساء راه تيكون عندهم حتى في ظهرهم كيكون في الستر ديالهم، يعني بركي مزيان على الموضع اللي فيه الكلف، بركي بركي مزيان، حسي بنفسك انك كتبركي على المكان اللي فيه الكلف. اعتبري هذا هو، انا نعتبر هذا هو الوجه او الظهر او الصدر. النساء مساكن راه يعانون مع هذه القضيه ديال الكلف. كتماسي كتبركي هذا ماسك ومقشر او ميم طون، كتبرك مزيان الموضع اللي فيها الكلف، كتبرك هكا هكا انت دائما حركات دائريه، حركات دائريه. اسمحوا لي نحيد الخطيوه هذه تلسل باش ما تعمر ليناش. هانتوما حركه دائريه، بحال دابا نعتبر انا هنا عندي الكلف، هنا نبرك هكا هكا هكا، كنبرك مزيان، نستمر تنحس بنفسي بردت غدا يدي كما نقولوا. يعني ديري ماسك ديالك مزيان ملي تسالي هكا كما كتشوف راه كيبان لكم يدي راه فيها واحد الموضح ولات حمر، صافي هكا كتزيدي واحد الطبقه كبيره على الموضع اللي فيه الكلف، هكا طبقه كبيره، وكتخلي نفسك كتخليه في وجهك ولا في ظهرك ولا فين عندك الكلف، كتخلي حتى كتشبع منه البلاصه، وعاده كتغسليه مزيان، غتغسليه بالماء المعدني. انا كنأكد غتغسليه بالماء المعدني. انا غادي نغسل يدي ونتلاقى بكم. من بعد ما غسلت يدي كتشوفوا البيجامه ديالي شوفوا، كتمسحي المنطقه اللي درتي لها الماسك والكوماج برو، هاتي كتبقى الريحه غزاله زوينه، وحتى الملمس عرفتي هاد اليد هادي تبارك الله هاد اليد اليوم شبعات ماسكات وكوماجات. فهاد الاثناء شنو غديري من بعد ما غتحيدي ديك الوصفه ديال الكلف؟ غتاخدي معلقه ديال زيت العود تكون فيغش، يعني كيفاش فيغش؟ يعني ما فيها لا ملحه لا حتى شي حاجه، كتكون اكسترا. كتاخديها انا عندي هنايا، كتاخدي كديري على يدك شويه ديال زيت العود، تشوفوا هكا كديري على يدك، ولا انا كنهضر على الوجه دابا، كديري كدهنيها زيت العود تكون اكسترا ما فيها لا ملحه لا حتى شي حاجه، كتكون زيت فيغش، كدهني يديك ولا وجهك ولا فين عندك الكلف، فين من بعد ما حيدتي هاد الماسك هذا كدهني بزويته وكتغلي فيها بهذا البابي. كتاخدي البابي بحال دابا درتيه في وجهك، من بعد ما كديري زويته كديري هذاك البابي هكا وجهك، كتغطي به وجهك وتشدي بيدك واحد شويه بحال هكا بهذه الطريقه هذه، كتخلي هكا وكتبرك على الوجه ديالك على المنطقه اللي انتي صوبتي فيها الوصفه ديال الكلف، كتبرك هكا بهذه الطريقه، كتبرك 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 كتبرك، ما ديريش القطن ما ديرش القطن، كديروا هاد البابي ابسوربون هذا بابي سويتو، كتبركي وكتخليه لبعض الوقت وكتحيديه، ما تمسحي يدك من بعد ما حتى شي حاجه، ما تمسحي وجهك وصدقوني غادي تلقاي واحد النعومه، واحد النعومه روعه 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 روعه. نتمنى هاد الوصفات ديال اليوم تكون نالتكم وعجبتكم وراقتكم وغتستافدوا منها ان شاء الله. واللي مازال ما دخلش لاشين ديالي دخل عندي مرحبا، ما غادي غير يستافد، وديروا لي لي جيم، ديروا دي كومونتير، وانا شوفوا انا كنتقبل اي كومونتير كيف ما كان، حيت ما غادي غير يفيدني وينفعني ونستافد منكم. وشكرا لكم، والى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.